بالنسبة للرهاب الاجتماعي، أنا أبغى أخواننا السادة المشاهدين انتبهوا معي. إذا كان شيء بسيط، يعني الواحد يقلق من بعض الأشخاص أو بعض المواقف البسيطة، لا يعطيها انتباه أو لا يعطيها اهتمام، لأن هذا الشيء لو أعطاه اهتمام بزيادة وقام يفكر فيه وقام هذا، فممكن تكبر عنده المسألة ويكبر عنده حجم المسألة. أما إذا صار عنده الرهاب الاجتماعي كثير وصار فعلا يؤثر على حياته، ما يقدر يجتمع مع الناس الآخرين، ما يقدر يتخاطب معاهم، أو أي نوع من أنواع الخوف، يروح لطبيب نفسي أو لاستشاري نفسي أو لدكتور نفسي أو دكتورة نفسية. بعد ما يروح هم إيش بيسوون؟ أول شيء بيشخصون الحالة، شخصون الحالة كل شيء ما يتعلق في المريض، التاريخ العائلي، الطبي، الدراسي اللي احنا ذكرناه قبل شوي، يدرسوه ويعرفوه. وكمان علاج الخوف ترى لازم يشترك فيه مجموعة من الأشخاص أيضا يشخصونه، يمكن هذا الخوف يكون متصاحب معه أشياء أخرى، زي مثلا الاكتئاب، زي القلق، زي أمراض معينة أخرى، يعني يكون مصاحب معه. بعد ما يصير التشخيص، إذا الطبيب النفسي أعطاه علاج نفسي، نوعين من العلاجات أنا ما أصرفها بس أعرفها. في نوع من العلاجات اللي هي تشتغل على السنترال، على المخ والجهاز العصبي، اللي تسمى أنتي فوبياز وأنتي ديبريشن، تمام؟ هذه يصرفها الطبيب النفسي وتساعد على الدافعية وتنشط. وأيضا في نوع ثاني من الأدوية اللي هي بس تمنع القلب أنه يمتص الأدرينالين، هذا وقتية. يقول لك أنت كم مرة تسافر، مرة في السنة ولا مرتين، خلاص لما تيجي تركب الطيارة خذ الحبة هذه. الحبة دورها منع وليس، يا سلام، تخلي القلب ما يمتص هرمون الأدرينالين مثلا. يعني هذه من أنواع العلاجات اللي ممكن يستخدمها الطبيب النفسي، مو احنا يعني الدكاتره النفسي. وهذه العلاجات ترى ما تضر، يعني ما تضر الصوره السلبيه اللي موجوده عند الاشخاص، انها تضر ما تضر، لانها تاخذ وفق تحاليل وفق فتره معينه وبعدين ينزل فيها تدريجي. بعدين يحضر الجلسات النفسيه عند الدكاتره النفسيين، بعد ما ياخذ العلاجات يحوله على دكتور نفسي، يسوي له علاج معرفي سلوكي، بيهيفير كوجنتيف بيهيفير ثيرابي او راشنال ايموتيف ثيرابي، علاج عقلاني انفعالي، بحيث انه يعدل له السلوك، يعرف ايش سببه، يزيد ثقته بنفسه، يغير له العادات الخاطئه، يخلي تفكيره ايجابي، كثره الممارسه للسلوك اللي يخوفك بتصير انت عادي. يعني انا اعطيك من العلاجات للخوف، يمكن ما يتسع ان الوقت نشرحها، اللي هو التحصين التدريجي او التطمين التدريجي. يعني واحد مثلا يخاف من الطائرات او يخاف من الاخرين، نخليه يسترخي، والاسترخاء العضلي العميق ديب مسلز ريلاكسيشن، بعدين نخليه يتخيل الاشخاص اللي هو رايح لهم هذولا مره على مره مره على مره، فهو لما يتخيل يقلق، بس بعد كم مره من عمليه التخيل ينزل القلق، بعدين لما يواجههم في الواقع عادي. يعني يقول تخيل الحين انت رايح لعزيمه عشاء، تخيل الان انك انت داخل مثلا لقاعه الافراح مثلا، تخيل الان انت واجهت الأشخاصات بطريقة معينة مع الاسترخاء، لأن الاسترخاء هو مضاد القلق. إحنا فمرة على مرة من هذه الجلسات. في نوع من العلاجات النفسية إحنا نستخدمه اسمه فلودينج، الغمر، اللي هو أنك تواجه المثير الذي يثير القلق لديك بأقوى شدة. قمع يعني. يعني مثلاً أنا أخاف من الإلقاء، خلاص أطلع وألقي على طول، لأني أدري في البداية تزداد ضربات القلب عندي، بعد ثواني معدودة حينزل القلق لانه حيفرز هرمون النوع ادرينالين. هذا نوع من انواع العلاج، بس اهم شيء يكون الواحد سليم، يعني جسميا ما يكون عنده ضغط او سكر او كذا. جميل. يعني نجيب لنا واحد الان في الاستوديو ايه ويكون عنده رهاب مباشره ندخله نقول له الان انت على الهواء مباشره. ما شاء الله.